Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak four languages. It has always been innate in me, fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. مكاتب المحامية جومانا كيروز تتمنى لكم السلامة في ظل انتشار وباء كوفيد-19. المحامية جومانا كيروز مثلت على مدى 22 عاما ضحايا حوادث السيارات مع طاقم من المحامين ذوي الخبرة، وحصلت لموكليها على تعويضات بمئات الملايين من الدولارات قبل أن تختار المحامي الذي سيدافع عن قضيته. دقق في تاريخه المهني، ومع مكاتب جومانا كيروز ستنذهل بآراء مئات الموكلين وخبراتهم الإيجابية في جوجل ريفيوز. مكاتب المحامية جومانا كيروز يتحدثون لغتك العربية والكلدانية. 248-557-3645 والاستشارة مجانية. هل لديك مشاكل في قضايا الضمان الاجتماعي أو قانون إصابات العمل؟ المحامي باتريك هوران من مكاتب المحامية جومانا كيروز يضع خبرة 28 عاما في قضايا الضمان الاجتماعي وإصابات ضمن العمل في خدمتكم. الاستشارات مجانية. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز. 248-557-3645. يتحدثون لغتكم العربية والكلدانية. 248-557-3645. مكتب المحامية جومانا كيروز يبحث عن موظف أو موظفة يجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة والخبرة غير ضرورية. الوظيفة بدوام كامل 5 أيام في الأسبوع. راغبين بشغل هذه الوظيفة، الاتصال بمكتب المحامية جومانا كيروز على رقم 248-557-3645. 248-557-3645. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات، مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس، يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. طاب مساءكم وطابت اوقاتكم بالخير احبائي المستمعين في كل مكان، ونرحب بكم في حلقه جديده من برنامج الرايت مع المحاميه جومانا كيروز على الهواء مباشره. نستقبل اتصالاتكم وارقام الهواتف في الاستوديو كالمعتاد 313-769-6666 و 519-256-1023. كذلك الحال على الواتساب، بامكانكم المشاركه عن طريق الرسائل الصوتيه والنصيه 313-327-7074. الاستشارات مجانية في مكتب المحامية جومانا كيروز، والقضايا التي يتعامل معها المكتب منها قضايا الإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل، الأخطاء الطبية، قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الإفلاس وقضايا الضمان الاجتماعي وقوانين العائلة. رقم الهاتف في المكتب هو 248-557-3645. 248-557-3645. تحياتنا لكم جومانا، مساء الخير ونرحب بك في برنامج هورايتس. مساء النور رامي، ألف عافية، كيفك اليوم؟ الله يعافيك، الحمد لله. نسأل عنك دائما ونتمنى لك الصحة والعافية. جومانا، قبل ما أترك المجال للموضوع وللقضايا اللي حابة تطرحيها اليوم، هل ما زال الطلب على لموظفين موظف أو موظفة العمل في مكتبكم؟ نعم رامي، ما زلنا عم نضيف، قدرنا ضفنا تقريبا 3 موظفين، بس ما زلنا عم نبحث على موظفين إضافيين بكل المجالات. فنطلب لأي شخص عم بيتسمع إذا بهمه يقدم، حتى لو ما عنده خبرة سابقة بمكتب محاماة، إذا عنده المواصفات الأخرى اللي نقدر نعرفها وقت اللي نتكلم معه أو نجتمع معه أو معه، يعني طبعا نقدر نقرر. سو نعم، أي شخص بيحب بجوب بمكتبنا يتصل على مكتبنا 248-557-3645، وأكيد لازم يكون عنده رزومي، يبعث لنا الرزومي لحتى يكون عنا اسمه ورقم التليفون تبعه والخبرة تبعه لحد اليوم. الدوام كامل صح ولا دوام جزئي أيضا؟ عندكم بار تايم وفول تايم؟ حاليا عم ناخذ بارت تايم وفول تايم. هيدا مش السلوك الافضل، لانه
الأشغال اللي عنا بتستلزم استمرارية، بس نحن بوضع هلأ كتير أشخاص ما بدون يشتغلوا للأسف، لأنه قاعدين على unemployment وبفضلوا ياخدوا مصاري على unemployment ويتعودوا على الكسر والاتكالية من أنه يشتغلوا. Very sorry but I just said it. مكتبنا منه البزنس الوحيد اللي عم يتزمر، أنه ما في موظفين، ما في حدا بتكلم معه إلا ما بيقلنا ذات الشيء، إن كان مكاتب محامية، إن كان مكاتب، إن كان عيادات، إن كان أماكن للعلاج الطبيعي، إن كان دكاترة، إن كان رستورانس، ما في حدا إلا ما عم بيتزمر إنه nobody wants to work. So. صح. وعلى فكرة جمانة، الابتداء من نهاية الشهر في ميشيغان السلطات يعني تفرض على المستفيدين من الامبلويمنت إنه يقدموا دلائل إنه ده يبحثون عن عمل، يعني راح ترجع تعمل بهذا الشرط اللي كان سابقا يعمل فيه قبل الكوفيد، قبل ما يحصل الوباء. نعم رامي، but in theory it sounds good. يعني in theory إتا صعبتها للشخص يثبت إنه هو بحاجة يستمر على الامبلويمنت، وإنما in practice ما بعرف شو رح يطلبوا. يعني هل بيكفي مثلا إنه حدا يتصل بثلاث محلات على التليفون واحد يقول له no thank you we're not looking، خلص خلصنا؟ الدلائل اللي حتكون دلائل حقيقية، يعني عن جهد حقيقي وعن محاولة حقيقية، وبرضو هيدا الإنسان ما عم بيلاقي شغل. So we will see. صح إن شاء الله. Here's what we know. كل الاقتصاد بأمريكا ماشي على العمال. So من جهة في عالم عم تستفيد، من جهة تانية الاقتصاد بأمريكا عم ينحدر، وهيدي in the long term ما ممكن يكمل بلد والبزنسز عم بيسكروا لأنه ما في حدا بده يشتغل. بعدين كقاعدة عامة، وقت اللي بيتعلم الإنسان يقعد والكسل والاتكالية، هيدي شغلة كمان مش منيحة للرزومي تبعه، بيكون خارج عن العمل سنة سنتين ثلاثة. لأنه what I want to tell you is this، بما أنه عم تحكي عن هيدا الموضوع، بالمدى القريب في كتير عالم عم تستفيد من unemployment وللحياة هي قادرة تشتغل وفيها تلاقي شغل، عم تستغل وضع معين للأسف. But in the long term كل شيء له نهاية، وهيدي الفترة الزمنية للعالم عم تستغلها لتاخد unemployment بده يجي نهار، اليوم بعد شهر بعد سنة بده يجي نهار بدها تنتهي. وقت بدها تنتهي مكتبنا مثل غير مكاتب رح يرجعوا يعلوا البار. يعني الأشخاص اللي رح لاقيهم كانوا برات الشغل سنة وسنتين وثلاثة، ولا رح أعطيهم مجال يشتغلوا عندي بالمكتب. ليه؟ لا، كون خلص الامبلومنت بيصير في كتير عالم عم بتنبش، وبيصير فيني أخد عالم عندهم خبرة ما قعدوا على الامبلومنت أو قعدوا فقط هالفترة الزمنية القصيرة لا أكثر ولا أقل، وقت اللي كان في توتال شت داون. سو لح ترجع we will raise the bar again، ولح الستاندرز تبعنا يعلو، وهيدول الأشخاص لح يتعذبوا يرجعوا يلاقوا شغل، لأنه هني they did this to themselves، هني قصد استغلالاً بالunemployment. وبعتذر إذا كلامي قاسي، بس في كتير عالم عم تتسمع بتعرف إنه اللي عمولوا هيدا الحقيقة. هيدول الأشخاص they will be in a bad situation وقت اللي بيخلص unemployment، لأنه ما في شيء بدوم، ووحدة منهم unemployment والرزومي تبعهم رح يكون فاضي لسنة وسنتين وثلاثة، ولح صعب عليهم إنه يرجعوا يلاقوا شغل قيم بسبب اللي هن يعملوا بحالهم. So there. شوي الظروف بتذكرني بظروف اللي كنا دايما نعطيها كنصيحة للنساء within the context of divorce، within the context of family law. في كتاب كتير مشهور صار عمره يمكن شي 25 سنة اسمه The Feminine Mystique. The Feminine Mistake، إذا ماني غلطانة. هو كتاب made the New York Times bestsellers list، وخلاصة هيدا الكتاب إنه غلطة من الأغلاط اللي في كتير نساء بيعملوها وقت اللي بيتزوجوا. يمكن كانوا اشتغلوا على حالهم، يمكن كانوا اشتغلوا، يمكن كانوا راحوا عملوا حصلوا على شهادات، بس في غلطة في نساء بيعملوها، ومش كلهم غلطة لأنه في منهم ظروف. I understand. بس كقاعدة عامة من الأغلاط اللي بتصير مع بعض النساء، وهي ذاتها اللي عم يعملوها العالم اللي هلأ عم يستغلوا الانيمبلومن وقاعدين عم يستفيدوا، وقت اللي هيدي الامرأة بتخرج برات الجوب ماركت سنة وسنتين
وبيكون عندها سكيلز وما بتعود تستعملهم. وقت اللي لا سمح الله بيصير في طلاق وبدها ترجع to the job market, she's not going to be employable. رب العمل رح يقول خرجت, she's been unemployable سنة سنتين أربعة خمسة, so she will be at a disadvantage وقت اللي بتطلق. بغض النظر في عالم هيك بيختاروا, بس الواقع والنتيجة هي ذاتها. وفي عالم يمكن هيدي ظروفهم, عندهم أولاد إلى آخره, بس النتيجة هي ذاتها. هؤلاء النساء بيصيروا unemployable, وهيك عم بيصير هلأ وهيك لح يصير بالأشخاص اللي متكلين على unemployment و out of work سنة وسنتين, سنة وسنة ونص لحد هلأ. They would become unemployable بعيون the good employers. So هيدي الفترة لح تمرق وفي عالم لح تندم. فاللي حابب أكيد يغتنم هذه الفرصة ويبحث أكيد الباحثين عن وظائف, وخاصة مكتب المحامي جمانة كيروز مكتب معروف, ويبحث الآن عن موظفين الراغبين لمعرفة المزيد من التفاصيل, الاتصال بمكتب المحامي جمانة كيروز 248-557-3645. رامي يمكن كلامي كان قاس اليوم, بس كلامي حقيقي. أوقات الواحد لازم يقولها عزرز, ونحن بنحكي محبة هون وبنحكي لبعضنا البعض, بس هيدا الواقع وهيدا الحقيقة. وأوقات الواحد has to have hard conversations. أوقات اللي لازم نسمعه ما بيعجبنا, بس الواقع هو واقع والحقائق هي حقائق. شكرا على فكرة. ويمكن اندمت انه طلبت مني. لا بالعكس, وهذا مثل ما ذكرت هي الحقيقة. يعني الأشخاص اللي يعني عمدا انه هم ما يبحثون عن عمل, فأكيد الكلام يعني سامعي, ويمكن في داخلهم أيضا نفس الكلام, هم يحكوا لنفسهم انه أنا مش لازم أبقى هذا الشيء. أو يعني هي مسألة مثل ما ذكرت, الإنسان لما يكون من دون عمل بشكل متعمد كان يكون اتكالي, يعني اتكالي على غيره, على المجتمع, على الدولة. فللأسف يعني هذا الشيء لا يحبذ أبدا. أكيد. Thank you very much رامي. نحن اليوم كل نهار خميس يوم نتكلم مع المحامي باتريك هورن بقضايا الإصابات ضمن العمل, قضايا الضمان الاجتماعي. مرة بنستقبل المحامي هاورد رادنر بقضايا الانزلاق, ومرة بالشهر نستقبل المحامي جرياسو بالميديكال مال براكتس. نحن اليوم مع المحامي باتريك هوران, واليوم بدنا نحكي عن موضوع مش حكينا عليه مرة قبل, بس هيدا الموضوع ليش هو كتير, لأنه استعمال المروانة في المجتمع عم بيصير أكتر وأكتر, وأغلبية الولايات صاروا بيسمحوا بالrecreational use of marijuana مع عادة medical use. يعني صفيت فيك تستعملهم بثلاية نهار الجمعة ونهار السبت واليوم بالليل. السؤال اللي بيطرح نفسه لهؤلاء الأشخاص اللي هن بيشتغلوا, ولربما رب العمل كشرط من الemployment تبعهم بحق له يعمل لهم random drug test أو drug testing at a regular time. السؤال اللي بيطرح نفسه, إذا هذول الأشخاص tested positive شو مصير الرقاب تبعهم؟ هل بحق له رب العمل يطردهم؟ وإذا طردهم هل بحق لهم يقدموا unemployment؟ هيدي واحدة. تاني شغلة, إنسان بيتعرض لإصابة ضمن العمل وبيروح على العيادة تبع الـ work miscompensation إجمالاً هني concentra clinics وداي test positive, شو مصير هيدا الإنسان؟ شو مصير عمل هيدا الإنسان؟ بالتحديد كمان إذا كان مصاب بإصابة ضمن العمل و tested positive on the job, هل الـ workman's compensation لازم تدفع له راتبه؟ بحق لها تدفع له راتبه؟ هل لازم تدفع له راتبه؟ هل بيقدر يرجع على شغله؟ في كتير أسئلة ولا مرة حكين عنها لازم نبلش عليها, لأنه استعمال الماريجوانا عم يكتر كتير بالمجتمع, لأنه القوانين صارت عم تسمح لاستعمال الماريجوانا حتى خارج الميديكال يوز. سو هيدا أول شيء بدنا نحكي عنه, يمكن ياخد تقريبا نص ساعة اليوم هيدا الكلام. جينا اتصال من موكل. That was exactly his scenario. So لح أطلب من المحامي باتريك هوراني إلنا شو صار معه هيدا الشخص, وشو كانت النصائح اللي أعطيها المحامي باتريك هوران. So attorney Patrick Horan, happy to have you again. One of the things we want to talk about today is an emerging and increasing trend in society because of the new laws that allow people to use
marijuana, not just for medical purposes, but for recreational uses. You told us about a call. You told me in preparing for the show about a call that we got in the office. Can you share with the listeners what that was about? Sure, Joumana. I hope you're having a good day. This client called me because he had hurt himself on the job. Luckily, it was a fairly minimal injury, but he heard that if he went to the company clinic, he would be drug tested, and he knew that he had used marijuana, and he was afraid he would lose his job if he was drug tested at the clinic when he made his claim. Did he use marijuana on the job, or did he use marijuana after he left the job? He was very clear that he was not under the influence of marijuana on the job, but he had used it within 24 hours of that workday. Okay, so with his off hours, before the job or after the job? Right, right. And unfortunately, I think with the current standard of drug testing, that's going to show up as a positive drug test, even if he wasn't under the influence at that time. Okay, so why was he concerned about the Concentra clinic drug testing him? Well, that's what they do. I know, because he's going to be positive, but let me rephrase it. Why was the Concentra clinic required to drug test that particular employee? So they've made it a policy that basically the first thing they do when you go to a company clinic and ask for treatment for a work injury is they get a drug test. And if you test positive for a substance that would prevent the employer from employing you, they have the right to refuse to pay you workers' comp benefits while you test positive. Okay, so he worked for the kind of employer that had a policy of drug testing. That's right. In other words, you have to be concerned about potentially being drug tested. You have to work for an employer who has a policy, whatever the policy is, whether it's the day you get hired, whether it is random drug testing, whether it is at certain times, but it always starts with the employer having a policy. Correct. And if I violate that policy, they can terminate you or refuse to hire you. Okay, so he is between a rock and a hard place. Because he works for an employer that requires drug testing, if he went to Concentra, he will have to submit to drug testing. If he refuses, he can be fired for violating the terms of his employment. And if he tests positive, that's a problem as well, correct? Right. If he tests positive, the company will say that they can't bring him back to a restricted duty job within his work restrictions from his injury, and therefore they would refuse to pay him weekly wage loss benefits under workers' comp. Okay. So, understood. And by the way, let's remind the listeners, this is attorney Joumana Kayrouz, and we are for the full hour with attorney Patrick Horan today talking about workman's compensation and particularly about the use of marijuana and the effects on that, even off the job, the effects on that on one's employment. I want to clarify, not that I know everything, but as an employer, I don't have currently a policy for drug testing, so I cannot randomly pick people unless I had a good reason. I did have a situation a couple of years back where we suspected and, you know, we smelled it from the cup. We had a former employee who was putting alcohol in her coffee mug. So we smelled it on her, and then we smelled it on the coffee mug, and then also her behavior. So we had enough. We called our human resources, and they said, in that case, you as an employer who does not have a testing policy, you are concerned enough about your employers that you have the right to mandate from this employee to go drug test immediately, because you will be concerned about your work environment and you would not be discriminating if you single that employee out, because you have good grounds. You have enough evidence to suspect drinking on the job, which is never allowed, of course. So we
required that person to go drug test, and that person quit because she did not want to drug test because she knew she was drinking on the job. So she knew she was going to not pass that test. So yes, when we say it always starts with the company having a policy, there are exceptions. And sometimes under very specific circumstances, an employer may be permitted to insist on a drug test. Do you have anything to say about that? Right, and I think your example of drinking on the job is an important distinction, because I actually told this potential client that, because he said, well, you know, I wasn't high when I was working. And I said, right, but the drug test doesn't show that. The drug test only shows that it's in your system. And I said, I might have a beer on a Sunday, and when I go to work on Monday, it's no longer in my system. But if you smoke marijuana on a Sunday, it's still going to be in your system on Monday, even if you're not impaired. And since the technology doesn't allow them to determine impairment, they have to go by the blood content and use that. In this case, they would use it to avoid paying workers' comp for somebody who tested positive. Okay, so going back to this gentleman who consumed marijuana, not on the job, he knew because he had a work-related injury. He went to Concentra, and because his employer had the policy of drug testing, he knew if he drug tested, it will come back positive for marijuana because it stays more than a few hours in your system. Now, yes, he didn't do it on the job. Do the policies of drug testing mean that you must test negative at all times? So that means if you are an employer that has this kind of policy, that means you can't even smoke on your off hours because it's likely to stay in your system. And if you do a drug test, then you violated the terms of your employment. Well, here's the problem, Joumana, that a lot of times employers might have this policy, but never enforce it unless somebody makes a workers' comp claim. I've had clients who work in landscaping, and it was pretty clear that marijuana usage was very common amongst that landscaping crew, but they would never test him until the day that he got hurt, and then they denied workers' comp by saying that they couldn't allow people who tested positive to be working. Okay, I understand that. I understand that a lot of employers will not know because will not test unless they have a good reason, either erratic behavior, unsafe behavior, like in my case, or in this caller's case, he had a work-related injury, so he needed to go treat, and he was concerned about testing positive. But putting that aside for a minute, that maybe 9 times out of 10, the employer doesn't care and will not know. But let's say, random testing is offered as required on because of your job. You operate heavy machinery, let's say. Sure. If you operate heavy machinery and your employer, the employer's policy is such that they can randomly test you at any time, even if you consume marijuana on Saturday or Sunday and they random test you on Monday, you have it in your system. So that's a violation of your agreement. That's right. Okay. So just to be clear. Correct? Yes, exactly. Okay. Now, if any substance usage rises to a level of misconduct on the job, they can deny workers' comp outright. Okay. In other words, if you show up to work and you're so drunk that you fall into a machine and get hurt, they can deny that workers' comp claim because it was misconduct for you to be that drunk on the job. Yes, I understand. A lot of fine nuances, for sure. So just going back to your company requiring you to be clean and you don't test clean, there are two consequences to that. There is one, your employer, and we're not employment attorneys, but I think, and we don't want anybody listening to rely on what we are saying, just keep it in mind, but consult with an employment attorney. We work with a couple of very good employment attorneys in our office. But the consequences of testing positive because your employer required you or whatever it is, if that's a violation of your employment contract, that allows
your employer to fire you, and that will be for good cause. And if you get fired for good cause, you are not entitled to apply for unemployment, because unemployment is not for people who are fired for good cause. Unemployment is for people who are let go or fired. But if you are fired for good cause, then you will not get unemployment. Again, we're not talking about unemployment, and we're not employment lawyers, but anybody who is listening should remember to consult with an employment attorney if that's the situation. In your context, given that you are a workman's compensation lawyer, if a person tests positive because they had a work-related injury and it comes out, the consequences of that is the workman's compensation injury must still pay your medical bills, but they are not required to pay your wages, correct? That's right. And their theory is that by preventing them from rehiring you because of your drug test, that you have removed yourself from their employment, and therefore they don't have the ability to mitigate their damages by giving you a light duty job in keeping with your doctor's restrictions. Okay, so put it another way, what the workman's compensation insurance will say is, no, we will not pay your wage loss because you tested positive, because your employer, had you come off the street right now and tested positive, wouldn't have hired you in the first place. So you no longer qualify to be in that employment. So your employer does not need to find the restrictions for you. And we, the workman's compensation insurance company, do not owe you to pay you your wages. Exactly. Okay. Before we take our first break, can you share with the listeners what advice you gave that gentleman who called you after a work-related injury, but before he goes to Concentra, because he knew if he went, he would have to submit to a drug test because that's what his employer required, and two, he would test positive. So he called you, he called our office before going to Concentra. What was your advice for that gentleman? So the first question I had for him was, do you want to go back to work at that employer? And he did. He liked his job. He wanted to keep his job. And the next question I had for him was, how bad is your injury? Do you think you're going to be off work for a long time? He said, no, I think I'll only be off work for a couple of weeks. And I said, well, in that case, it might be smart not to make a workers' comp claim and to use your personal time or your sick pay for those 2 weeks and then go back to work. And then you've never made a record of a positive drug test. Okay. So your advice to him is, assuming that his injury is not serious and he sees himself up for a few days, a couple of weeks, not more, your advice to him is, look, if you go to Concentra, you're going to test positive. If you're going to test positive, you're at risk of being fired, one, and two, they will not pay you your wage loss. Why go down that route? It's not going to get you anywhere. If you're not that injured, do not go to Concentra. Therefore, you will not get drug tested. Therefore, there will not be a record that will be sent to your employer. Therefore, you are not at risk of, one, getting fired, and two, not getting your workman's comp. Use your sick days and your vacation days to be paid for the next week or two while you're off. Get clean and go back to work. Exactly. And you probably also must have told him, look, if after 2 weeks you are now clean, you test negative, and you're still hurt, now you can go to Concentra because you will test negative and you will be fine. And if you need to be off, they will, the workman's comp will pay your wages. Right. And I think we can take away from this that although marijuana has become much more popular and is legal recreationally, there are still real world consequences for using it. Yes. And I think that is the message we are trying to bring to have come across today. Yes, the law may allow you now to use marijuana recreationally. That does not necessarily mean that is not going to impact your job. Just like that does not mean that is not going to impact your driving, for example. So yes, it's legal, but you will suffer consequences if doing something legal is going to help you break your employment contract. Exactly. Okay.
Very good. Wonderful information, by the way. Thank you so much for offering this as a topic today. We're not quite done with it, or we may be. Let's take a quick break. Let's wrap it up and then talk about something else. هل لديك مشاكل في قضايا الضمان الاجتماعي أو قانون إصابات العمل؟ المحامي باتريك هوران من مكاتب المحامية جومانا كيروز يضع خبرة 28 عاماً في قضايا الضمان الاجتماعي وإصابات ضمن العمل في خدمتكم. الاستشارات مجانية. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645. يتحدثون لغتكم العربية والكلدانية. 248-557-3645. مكتب المحامية جومانا كيروس يبحث عن موظف أو موظفة يجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، والخبرة غير ضرورية. الوظيفة بدوام كامل 5 أيام في الأسبوع. للراغبين بشغل هذه الوظيفة الاتصال بمكتب المحامية جومانا كيروس على رقم 248-557-3645. 248-557-3645. قد يحاول بعض المصابين في حوادث السيارات إدارة قضاياهم توفيراً لأتعاب المحامين. والآن مكتب المحامية جومانا كيروز بإمكانه المساعدة من خلال إشرافه على سير القضية في جزئها الأول المتعلق بتعويضات الراتب والخدمات المنزلية، وتقوم بإرشادك في كيفية إدارة ملفك مجاناً، بينما سيتولى المكتب مهمة الدفاع عن قضيتك في جزئها الثاني المتعلق برفع دعوى عن عطل وضرر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بمكتب المحامية جومانا كيروز والاستشارات مجانية 248-557-3645. Your Rights مع المحامية جومانا كيروز. عودة إلى برنامج Your Rights مع المحامية جومانا كيروز. للمشاركة في البرنامج بإمكانكم الاتصال على الأرقام 313-769-6666 519-256-1023. جمانة، اليوم الموضوع يعني حقيقة ملفت للانتباه وغريب، يمكن أول مرة تطرحيه، موضوع استهلاك الماريوانا الترفيهي وعلاقته بالموظفين، وأيضا أثناء لا سمح الله حصول أي حادث أثناء العمل، هل يؤثر استهلاك الماريوانا الترفيهي على القضايا لشخص يعني مثلا يرفعها، أو مثلا التعويض اللي حصل عليه أثناء الإصابة أثناء خلال تواجده في مكان العمل؟ فياريت تعطينا تعليقك جمانة بالعربي، خاصة لكل مستمعين اللي حابين يسمعون هذه المعلومات باللغة العربية. نعم رامي، thank you very much. وإذا تسمح خلينا نردد هيدا الحلقة نهار الأحد الساعة 7 إن شاء الله، سيدي، ومعلومات لأول مرة نتطرق بطريقة مفصلة. نعم رامي، القوانين صارت تسمح للأشخاص يستهلكوا الماريوانا ترفيهيا. هذا ما بيعني أنه استهلاك الماريوانا ممكن يأثر سلبيا على حياة هيدا الإنسان، يا إذا كان عم بيسوق، يا مثل ما عم نحكي اليوم إذا كان عم يشتغل وتأثيره على العمل تبعه، حتى لو استهلكه ترفيهياً بالويكند أو بالليل، يعني هو منه بقلب العمل. نحن ما عم نحكي عن أشخاص on the job عم يستعملوا ماريوانا، عم نحكي عن off the job عم يستعملوا ماريوانا، وهيدا حقهم لأنه القانون صار بيسمح لهم. هذا ما بيعني أنه ما رح يأثر هذا السلوك على يقدروا يحافظوا على الجوب تبعهم أو يخسروا. واثنين، إذا تعرضوا لإصابة ضمن العمل وطلع أنه عندهم ماريوانا بالسيستم تبعهم، ساعة الوركمنز كومبنسيشن انشورنس كومباني ما رح تدفع لهم الراتب تبعهم. سو رح أعطي أول سيناريو، إنسان أخذ ماريوانا ما بعرف النهار السبت. الماريوانا، وما بعرف كفاية عنا لقلك، بس الماريوانا ما بتقعد بجسم الإنسان ساعة وساعتين، ويمكن مش نهار ويمكن أكثر بكتير من نهار. خلاصة الأمر، إذا رب العمل، مش كل رب عمل بيقدر، مش كل رب عمل بيعمل هيك، إذا رب العمل كشرط للإمبلويمنت تبعك بحقله إنه يعمل لك راندم تيستينج، أو إذا شك بشي بحقله يبعتك تعمل تيست، ساعتها إذا أنت حتى لو أخذت الماريوانا للترفيه بالويكند، إذا you tested positive، ساعتها أنت كسرت العقد، خلفت العقد بينك، ما كسرت، خلفت العقد بينك وبين رب العمل. ونمبر وان، رب العمل بحق له يطردك، وهيدي بتكون for good cause، لأنه أنت وعدته أنه ما test positive، you test positive، so هقول له يطردك for good cause، وهيدا بيعني ما رح تحصل على unemployment. و
إذا كنت أنت عم تشتغل وتعرضت لإصابة ضمن العمل مثل الشخص اللي اتصل فينا، إذا رب العمل هو رب عمل بحق له to insist on a drug test، وقت اللي حتروح على عيادة الـ workman's compensation اللي بيسموهن concentra، لح يجبروك تخضع للدراج تيست. ما فيك ترفض لأنه هي من شروط الـ employment تبعك. يعني أنت وقت الرب العمل hired you، أغلبيتهم بيكونوا مثلاً Ford و شركات on the assembly line و heavy machinery. يعني مش كل job، مثلاً أنا عندي الجوبز عندي ما، هيدي من الأشياء اللي طرحتها مع الـ human resources إنه should I or shouldn't I. Well, it's an office job. مش they're not carrying things, they're not operating heavy machinery لحتى يكون عندي خوف وبالتالي فرص إنه يكونوا دائما you know drug free. But إذا كان نوع الجوب اللي الـ employer طالب إنه يكونوا drug free، وحتى يمكن في مكاتب محاميين آخرين طالبين هيدا الشيء، بعرف مكتبي مش طالب بس بحق لي، والموظف وقت اللي بيجي لازم قل له، واذا اذا اذا رضي بالوظيفه يعني رضي بشو الوظيفه. بتخلاصة الامر تاثير هيدا الاشياء، مثلا اذا انسان تعرض لاصابه ضمن العمل ورب العمل تبعه مصر انه من الشروط انه يعمل دراج تيستينج، هيدا الانسان صار بتوين روك اند هارد بليس مثل ما بيقولوا بالانجليزي. راح ليتعالج لازم يخضع، إذا خضع وطلع positive للدراج تيست ساعة رب العمل one can fire him و two ما بقى بيحق له بالراتب تبعه لأنه هو عمل بحاله هيك. وإذا ما راح ساعتها ما في ريكورد، هيدا الشخص اللي اتصل فينا تعرض لإصابة ضمن العمل ورب العمل تبعه insist on drug testing، عارف حكينا قبل ما يروح على كونسنترا، عارف أنه إذا راح he will test positive. هو كان لنا ما نصيحتكم سؤالين سألوا يا المحامي باتريك هوران، number one do you like your job، يعني أنت بدك ترجع ولا لا، حابب ترجع ولا لا، الجواب كان نعم I like my job لكن نحن بدنا نساعده يحافظ على his job. تاني سؤال how injured are you really، يعني هل تتوقع أنه أنت لح تغيب عن العمل أسابيع وشهور ولا شغلة عابرة، يعني جمعة جمعتين نهار نهارين، جوابنا أنه شغلة عابرة يمكن جمعتين مش أكتر وبدو يرجع على العمل. نصيحة المحامي باتريك هوران كان ما تروح تتعالج لأنه إذا تعالجت بدك تخسر لأنه الدراج تيست بده يكون بوزيتيف، وهيك وخود أوف، استعمل يور سيك دايز، استعمل يور فاكيشن دايز وستاي هوم. وإذا ما زلت عم بتعاني أول ما تعرف أنه أنت if you test for marijuana you will be negative، فيك هلأ تروح على كونسنترا، فيك تبلغهم عن الإصابة، وحتى لو عملوا لك الدراج تيست it will be negative. يعني بتكون حالتين. هلأ في أشخاص بيتحرروا للإصابات they don't have that choice، متأزيين كتير. هون القانون بيقول إنه طالما هني off work حتى لو كان بسبب إصابة ضمن العمل إذا الدراج if they test positive الworkman's compensation منا مجبورة تدفعون رتبون. طيب يعني جمانة بالنسبة لأصحاب العمل هل بإمكانهم أو هل يعني هل هذا قد يتعارض مع القانون إنه شخص لو كان يتعاطى الماريوانا بشكل ترفيهي والعمل مثل ما ذكرت يمكن الوظيفة ما تكون يعني تتطلب أجهزة أو ماشين، يعني شغلة تكون خفيفة أو بسيطة، هل يحق لي رب العمل مثلا أنه يرفض هذا الشخص لأنه يتعاطى الماريوانا بشكل ترفيهي حتى لو كان في نهاية الأسبوع مثلا مو ضمن عمله، هل ممكن يضع شروط بهذا الشكل؟ نعم رامي، دائما هي عقد بين رب العمل والموظف. رب العمل مثلا أنا ما عندي هاي الشروط بس يمكن مكتب محاماه آخر بده هاي الشروط، هيدا حقه. وقت الموظف بيرضى بهيدا العمل يعني رضي بشروط هذا العمل، ما بيقدر يفوت يقول برضى هاي برفض هاي، يا بترضى أزرز يا ما بتفوت على العمل. سو نعم بحق له رب العمل، أهم شيء أنه رب العمل not to discriminate، يعني ما في بيقولوا بالعربي اللبناني الفصيح العادي بيقولوا ما في يتحطط على واحد بس مش على التاني. So بده يكون consistent بالبوليسي تبعه، يا عنده هاي البوليسي يا ما عنده هاي البوليسي
إلا إذا مثل السيناريو اللي كنت عم بحكي عنه من تقريبا سنتين أو ثلاثة، كان عندي موظفة الألكول، يعني كذا موظف إجا حكيني بالموضوع في معين، كنا أكيدين أنه هي عم تشرب حتى on the job، فاكتشفنا أنه حتى الألكول بالكوفي ماك تبعها تصرفاتها كانت غير طبيعية. كان في كتير دلائل هون، مع أنه كرب عمل أنا ما عندي policy for testing، بس هيدي ظروف استثنائية لأنه أنا بحق لي سلامة مكتبي وموظفيني وموكليني، بحق لي I have enough evidence، بحق لي أجبرها تروح تاخد الدراك تيستينج. سو هون أنا مش عم بتحطط عليها، هون عندي علايم ودلائل كافية لحتى أطلب منها، مع أنه هيدي مش البوليسي تبعي، أنه تروح to drug test. بس هون it's a bit different. She was also drinking on the job. هلأ يمكن شربت دقيقة قبل the job، شربت بالباركينج لوت وطلعت. كمان إذا في دلائل بتخليني حط علامة استفهام على سلوكها، على سلامتها، على سلامة الكووركر تبعها، على سلامة الموكلين، as an employer بحقلي أطلب منها. مش عم بتحطط عليها، I have valid reasons, I have legitimate reasons لحتى أطلب منها to go test. So تجربة عملك إن كان هذه machinery ولا لا، رب العمل مثل ما بده، مثل ما بده. وقت اللي الموظف يقبل العمل بيقبل كل شروط العمل مش بعض شروط العمل، هاي وان. وتو، رب العمل has to be consistent, cannot discriminate. يعني how you treat anyone is how you treat everyone in your office. جمانة، معانا اتصال من سمير على الهواء. سمير مساء الخير. مساء الخيرات. مساء النور، تفضل. حقيقة أنا بس أريد أشكر السيد جمانة على يعني خلقها الطيب، يعني قبل وياي حوالي نص ساعة، أكثر ثلاثة أربعة ساعة، وأنا كندي طبعا. نعم. خبرتني وقالت لي كل شيء بالتفصيل الممل، يعني كل هذا الوقت وقتها الثمين أعطتني بدون أي مقابل، فأني أشكرها جزيل الشكر، وأتمنى لها وإلكم جميعا الموفقية الدائمة، والرب يحميكم ويحرسكم من كل سوء ومكروه. شكرا جزيلا. شكرا سمير. شكرا أستاذ سمير على كلامك اللطيف، very very much. شكرا، والله يكون معك ومع عائلتك ومع الجميع يا رب. thank you very much. رامي، حكينا عن هذا الموضوع، بعد عنا تقريبا 12 دقيقة بدنا ننتقل لموضوع آخر، مخالف الماريوانا. أوقات بيصير في إصابات ضمن العمل، بس الإصابات منا إذا بتطلع عليها منا إصابة يمكن صارت in the four corners of the job، يعني صارت physically بقلب مكان العمل، بس إذا بتشي بتطلع عليها بتقول هيدي شو خاصة بالوظيفة، شو دخلها بمسؤولية هيدي الموظف. so السؤال اللي بيطرح نفسه، إذا صار هيك إصابات، هل الworkman's comp بتغطي طبابة وراتب إلى آخره ولا لا؟ لح أعطيك two extreme examples قبل ما نحكي مع بات. واحد منهم لنقول إنسان إني gas station، بيشتغل gas station، ولنقول سلم جدلا موظف، في كتير بيشتغلوا بgas station 1099، خلينا نحط على جنب هذا. لنقول سلم جدلا موظف، لأنه خلينا نذكر workman's compensation laws هي فقط للعالم اللي هني W2 مش 1099. بغض النظر إنه في عالم بيسموا حالهم 1099 وهني W2، فينا نفرجي إنه هني W2 وهني ما فيهم يخبوا إنه 1099. خلينا نحط كمان هيدي الشغلة على جانب، خلينا بس نحكي عن two scenarios. واحد مثلا gas station وهو عم يشتغل شغله كاشير بالgas station، بيجي إنسان وبيضربه وبيسرق ومصاب، نصاب لأنه إجا إنسان تعدى عليه robbery، إنه robbery، سرق القطاري وضربه. هل هيدي workman's compensation؟ هيدي one. خليني أعطيك another extreme example. شخص بيشتغل إني كوني آيلاند، بيجي شخص من برا وبيقتله، تشف إنه السبب اللي قتله
ما خصوا بالشغل ابدا. الظاهر انه قتلوا لانه عنده براهين انه هذا الرجل كان بعلاقه مع زوجته، يعني شغله خارجه عن الجوب، ما خصها ولا من قريب ولا من بعيد بالجوب ديسكريبشن تبع هذا اللي بيشتغل بكوني ايلاند. شغله ما خصها، شغله اخذ بالطار، شغله خارجيه، شغله زوجيه. دفعت شخص يجي على كوني ايلاند ويقتل الثاني، هل هي وركمنز كامب؟ الجواب باول وحده الرابري هي يس، الجواب بالثاني هي نو. بات قدر نجح المحامي باتريك هوران بثاني ملف، مش لانه اتس وركمنز كامب، بس لانه القضاة اجمالا ما بيحبوا اليتمى وما بيحبوا النسوان شو بيسمون الارامل. ارامل نعم. Yeah, يعني it has a shock value. So قدر عمل تسوية مش لأنه it's workman's comp. هي ما كانت workman's comp. والإنشورنس حاربته بس لأنه الظروف، يعني مين أرملة ترك أولاد إلى آخره. جانب so إنساني كان... يعني فيه. نعم. Thank you very much. كان جانب إنساني but technically speaking ما كانت workman's compensation. So خلينا نسأل المحامي باتريك هوران. So Patrick, I laid out the framework for the next 8 minutes where we're talking about injuries that happen on the job, but they're not strictly work-related. Like if you get attacked by a customer, or you and your employee, your coworker is goofing off, or you get into a fight with a coworker, or such as the case of the Coney Island worker who got killed by someone who came from the outside and killed him. You know, I mean, getting attacked by a customer is not a job description. And getting into a fight with a coworker is not within your job restriction, with job description. And getting killed by somebody from the outside is not technically within your job description. So how would the law, how would the courts look at these? What does the workman's compensation code say about those? Are they work-related injuries so that a workman's compensation insurance has to pay medical treatment and wages, or are they not? Or are some are and some are not? Some are and some are not, Joumana. And the language that the courts apply is from the workers' comp law, and the critical phrase in the law is arising out of and in the course of employment. So, for instance, the client that I had who was unfortunately murdered on the job while he was a cook at a Coney Island, at first blush, that's clearly a workers' compensation case. He was working and someone came in and shot him, and we presumed it was because of a robbery. When evidence came out that, in fact, he was shot because of a non-work-related dispute, this was a case where he had a dispute with the killer over a woman. The insurance company argued that it wasn't work-related. It was a non-work-related dispute that happened to culminate in the shooting at the robbery, at the employment. Right. So what about the gas station worker who gets robbed and hurt? That's clearly in the course of employment, because part of his job is interacting with the public, and if the public mistreats him, that's going to be work-related. Okay. And likewise, if you get into a fight with a co-worker, part of your job is interacting with your co-worker. So if you get into a fight and get injured, that is workman's comp. Right. And the analysis goes the same way. If your fight with the co-worker is, hey, you took my wrench and I need my wrench on this job I'm doing, well, that's clearly work-related. And the sequelae of that fight is going to be workers' comp. But if you get in a fight with a coworker because he took your parking spot or something non-work-related caused the fight, then it's probably not going to be work-related and won't be workers' comp. It's not arising out of and in the course of employment. So a lot of these determinations are very fact-specific. Absolutely. And every case is different, and that's why we need to analyze it. It was a big surprise to me to learn of a non-work-related dispute causing the murder in the Coney Island.
right? And you were able to get money for that person, for the widow of the killed Coney Island, not because it was workman's comp, but because you said courts generally, they have more mercy toward orphans and widows. Right. And I told the insurance company that the only way they were going to prevail is if they bring out evidence of this poor murdered man's improprieties in front of his widow in court. And that would have been a rather cruel thing. Yeah, even for an insurance company. Even for an insurance company, very well said. What about when two workers are goofing around, or what the courts call horseplay on the job, and an injury results? Right, and these cases are they're old cases that have been decided, and I think that's reflected in the use of the phrase horseplay, because we don't say that very much anymore, do we? So if it's ordinary horseplay that doesn't rise to the level of intentional misconduct, it's generally covered by workers' comp. So you're goofing around with an employee and you trip him as he's walking to lunch and he falls and hurts himself, he's going to be able to make a workers' comp claim. Now, go ahead. Yeah. So we don't use the word horseplay in this woke society that we are in, because that would be discriminating against horses, because horses have... I just think it's an old-fashioned phrase. I don't hear it very much anymore, do you? Well, that's fine, but I mean, the courts have used, in some opinions, in some court opinions, they use the term horseplay. Yes, that's where it comes from in workers' comp anyway. We always say horseplay. But I will say goofing around. And what the courts have recognized is that a certain amount of that is to be expected. In every workplace, we're not robots. We interact with our coworkers, and sometimes it can be inappropriate. And what about when an employer allows you a break, and then an injury happens while you are on break? Let's say you have half-hour lunch break. Yeah, if you're on your lunch break on the premises, it's definitely workers' comp. If you're on your lunch break and you take your lunch off of the premises, it may not be workers' comp. Okay, so if an injury happens while the employee is on the employer's premises, even on break, paid or unpaid, is irrelevant, that it will be workman's comp. But if that employee is taking her or his break, having left the building of the employer somewhere else, and an injury happens, it's not workman's comp. Right. There are some other circumstances to take into account, but it's less likely that it would be workers' comp. Okay. We have 2 minutes remaining. Is there anything else you want to add? So again, as far as these, you must consult with an attorney, because they're very, very fact-specific. There is no rule book that says, if this, then it's workman's comp. If that, then it's not. If it's outside the business, it's not workman's comp. If it's outside the business, it is workman's comp. There are a lot of nuances for what qualifies as, quote, arising out of and in the course of employment, unquote. Right. And you and I have talked before about the difference between workers' comp, which is administrative law, and a circuit court case, is that the judge finds facts and applies law. So you won't have a jury to convince. You'll have one judge that listens to the story, and he or she will make a decision on which facts to believe and how to apply them to the law. Because workman's compensation, are they called workman's compensation magistrates or workman's compensation judges? Magistrate, yes. Okay, that's the equivalent of a judge, let's say. Workman's compensation magistrates, like family law judges, they are the jury and they are the judge all in one. So they decide who's saying the truth. They decide what the facts are and they make the final decision. That's right. And that is a little different than convincing a jury of lay people. That's very true. Attorney Patrick Horan, this was a wonderful show. It's so wonderful that, God willing, we'll repeat it to our listeners this Friday at 7 p.m. Thank you for amazing, valuable, on-time, on-point information. And thank you to all of our listeners. Rami, thank you very much.
tomorrow. Until tomorrow.